أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الحرية للأخبار الحصرية. رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وشكرا. استنكرت حركة النهضة حل المجالس البلدية ونية تعويضها بنيابات خصوصية قبل الآجال، واعتبرت في بيان لها اليوم الخميس أن ذلك توظيفاً لصرف أنظار الرأي العام عن الأزمات المتعددة وخاصة ما خلقه خطاب العنصرية ضد الأفارقة من تداعيات سلبية على العلاقات الدبلوماسية. وأضافت أيضاً أن ذلك مواصلة لسلطة الانقلاب في هدم كل مكتسبات الثورة كالحكم المحلي الذي يكرس سياسة القرب والتدبير الحر والتمييز الإيجابي للجهات في مقابل الإمعان في تركيز مشروع قيس سعيد في البناء القاعدي الهلامي وآليات فرز متخلفة مثل اعتماد القرعة عوض الوعي الديمقراطي وآلية الانتخاب. شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء. لا تنسوا ضغط زر الإعجاب وترك تعليقاتكم.